اسمي ميراي لبلان. بحب اعرف الرجال كيف بفكر، شو في براسه. فينا نتخيل انه في ناس عايشين هيك، بس وقت نعيش معهم بتفرق كثير. بحب انه ما يكون عندنا شماع زنبيحه ونروح نقعد بالضيعه. حلمي هو انه استقل ومعه رجال. اكثر شخصيه لفتت لي نظري بنت اسمها حنان. هلا هون ما بتروح انتوا على المدرسه صح؟ بشتغل مضيف الطيران. ذكر الرجال هاني مثل ذكر النحل، اكل شرب نام. امام بالدين هيدا. اذا الذكر منه ذكر هي ما بتطلع، على فكره ما بتطلع انت. ايه عندنا الزلمه بتطهر بس البنت لا. يعني فيني اذا صرخ صرخ، اذا ضرب اضرب مثلا. حلمها لحنان انه تستقل وما تعوز حدا. شكلك بتحبي تسافري. ايه. لقيتوا بيروت هيك لأول مرة؟ يعني أول مرة بتنزل بتفاجئ.